السلام عليكم شباب، محاضرتنا اليوم الأمثلة الإضافية للمعادلات التفاضلية. عرفنا المعادلات التفاضلية differential equation راح تنقسم لعادة إلى قسمين، اللي هي أما الordinary العادية أو partial معناته الجزئي، والordinary راح تنقسم إلى ثلاثة. أما الفيرست أوردر معناته أعلى مشتقة عندي هي الأولى، يعني الدي واي على الدي إكس، أو السكند أوردر اللي هي معناته إنه أعلى مشتقة عندي هي التربيع، أو الهاي أوردر اللي هي أعلى مشتقة عندي من ثلاثة وأنت صاعد. والفيرست أوردر كنا نحلها عبارة عن عدة طرق. أما السبريشن اللي هي الفصل، إنه تفصل الإكس يم الدي اكس والواي يم الدي واي ونكامل الطرفين، او الهوموجينيوس او الاكزات او النون اكزات، يعني التامه والغير تامه اللي هذن جايات من التوتال ديفرنشال، او عندي اللينير الخطيه او النون لينير اللي هي نقصد بيها برلوني. السبريشن خلينا نقول اخذناها بالمحاضره السابقه. الهوموجينيوس النوع الثاني المتجانسه. المتجانسة أول ما أريد أبلش بيها، أول شيء يجي ببالي إنه أنا أسوي عملية فصل. أول شيء أنا أسوي أسوي عملية الفرضية، اللي هي أقول للفي تساوين الواي على إكس. فرضية ماتي المفروض عندي دائما يطلع لي بالمعادلة واي على إكس. إذا ما طلع لي، إذن أنا أقسم معادلتي على إكس. إذا ماكو فقط يطلع لي واي، يعني أنا أحاول معادلتي كلها أقسمها على يمن على X، أو هنا فرضا عندي X فالX والX تروح، أنا أريد أن Y على X. الهوموجينيوس دائما أخلي ببالي أنه أنا المفروض عندي Y على X، على مود أن أخلي بدالها V، أشيل ال Y على X وأخلي V واشتق الطرفين باعول، وبعدين أحاول أنه أسوي عملية فصل. ال V يم ال DV والإكس يمن يم الدي إكس، وأكامل الطرفين، يعني بالتالي أحولها إلى معادلة سبريشن. زين، خلي ناخذ أول مثال ونشوف شلون نبلش بالحل. عندنا مثالين بالهوموجينيوس، باعولي. مثال أول 2X في الدي واي تساوينا إكس زائدا واي مضروبة في الدي إكس. أول شيء أسوي إنه أنا أقول للفرضية، خلي نبلش بالحل. باعوا لفرضيتي، فرضيتي تقول للفي تساوينا الواي على اكس، بمعنى اخر ضرب الوسطين في الطرفين الواي تساوينا الفي في اكس. اشتق المعادلة بالنسبة لاكس، اذا الدي واي على دي اكس تساوينا حاصل ضرب هنا دالتين، الاولى في مشتقة الثانية بالنسبة للاكس، انا دا اشتق فالاكس على الاكس هي نفسها واحد، زائدا اشتق للاولى دي في على دي اكس، اشتق بالنسبة لإكس مضروبة ثبت للثانية اللي هي اكس، نثبت واحدة ونشتق الثانية. إذن راح أشيل الدي واي على دي اكس الموجودة عندي بالمعادلة، وأخلي بمكانها عبارة عن في هاي معناته في واحد في زائدا اكس في الدي في على دي اكس. نرجع لمعادلتي، هنا أنا شنو عندي معادلتي؟ معادلتي تقول لي 2x بمن مضروبة في الدي واي تساوينا x زائدا y بمن مضروبة بالدي اكس. اول شيء بما انه هنا عندي x، رجعوا بذاكرتكم هنا عندي x مضروبة بالدي واي، فقلت لكم انه اذا عندي فد متغير يختلف عن يعني الاكس مضروبة في الدي واي، اول شيء اتخلص بمن من الاكس، فأضرب المعادلتين أقسم على 2x من الجهتين، بما أنه أكو يساوي من الجهتين، على مود أن أبقى الدي واي بحدها. ليش؟ لأنه أنا أريد يمها الواي ما أريد يمها الإكس، هاي خلصت من عدها. شو راح يبقى لي؟ دي واي بهذا الطرف، البسط هنا متعدد الحدود والمقام حد واحد، إذا أقسم أقول للإكس ومقام 2x زائدا واي ومقامي أيضا 2x مضروبات في الدي اكس، هذا حد واحد والبسط متعدد الحدود، إذا أقسم عليه. شو راح أستفاد؟ الإكس ويا الإكس راحت، بقالي نصف، وباعولي لهنا طلعت لنا الفي، وأني هذا الأريده بالهوموجينيوس،
هاي ال v تساوي ان y على x، بما انها طلعت اذا انا شغلي صح. بعد اريد شيء ثاني، انا اريد ان dy على dx، هنا عندي dy فاقسم الطرفين على dx، ايش راح استفاد منها؟ dx ويا dx راحت، وهنا أنا طلعت للdy على dx واللي هني انا اريده. اذا الdy على dx تساوي لنا نصف، دير بالك الاكس راحت بس هذا يبقى لي نصف، زائدا الy على الx، يعني هنا الy على 2x، وهسه راح احول، بما انه طلعت لي y على x وهنا الdy على dx، اروح للفرضيه ماتي، فرضيتي بدال الdy على dx ايش اخلي؟ v زائدا x في dv على dx تساوي لنا نصف زائدا v على 2، دير بالكم اكو 2 بالمقام وهذا معناته v. اذا ال v بهذا الطرف اول شيء اسويه انا دائما ال v انقلها للطرف الثاني، دائما ال v انقلها للطرف الثاني. اذا x في dv على dx تساوي لنا نصف زائدا v على 2 ناقصا v. هسه انا من اريد اسوي توحيد مقامات، هنا أنا مقامي 2، يعني المفروض اضرب واقسم على 2 على مود اسوي توحيد مقامات واخلص من عندها. اذا الاكس في الدي في على دي اكس تساوي لنا النصف نفسها، باعوا لي هنا معناته الفي ناقصا 2 في، اشارتي اكبر واطرح يعني سالب في على 2، سالب في على 2. زين اباوع لي هنا هذني اصلا متوحدات، بما معنى انه هي عبارة عن 1 ناقص في، واخلي بالمقام 2 اكس في الدي في على الدي اكس، وكل اكس لانه مضروبة بالدي في شو اسوي بيها؟ اتخلص من عدها، اذا اقسم معادلتي على اكس على مود ان هذا خلصت من عدها. شو بقالي؟ بقالي الدي في، بقالي الدي في على الدي اكس تساوي 1 ناقص في على 2 اكس. لهنا صار عندي separation، شون 1 ناقص v إذا خليته بالمقام مو ضرب الوسطين بالطرفين، والدي اكس صعدتها فوق فصار عملية فصل بسهولة، يعني دي v على 1 ناقص v تساوي لنا دي اكس على 2 اكس. هسا صارت ال v يم ال v يم الدي v والاكس يم الدي اكس، إذا أكامل براحتي. زين الدالة الكسرية إذا مشتقتها موجودة بالبسط، مشتقة المقام موجودة بالبسط، فهي التكامل مالتها عبارة عن لن المقام. زين خل أباوع عن شو مشتقتها، مشتقتها سالب 1، ليش؟ لأن أنا عندي سالب في، فالمفروض بالبسط عندي سالب 1 على مود أقول لن المقام. هسا أنا باوع بالبسط عبارة عن 1، هذا معناته 1، فشو معوزة أنا؟ معوزة بس سالب، إذا ضربت وقسمت على سالب صارت عندي هنا السالب بالبسط وبالمقام راح يبقى لي، اذا السالب لان المقام 1 ناقص في، السالب البسط راحت ويا من؟ ويا عمليه التكامل. ليش؟ فرضا هنا أنا عندي اكس تربيع، المفروض بالبسط عندي 2 اكس، ليش؟ لان مشتقه المقام موجوده بالبسط، فهنا أنا من نريد اكامل اذا هنا أنا عندي هاي الداله فهي عبارة عن لن المقام، أقول له عبارة عن لن الإكس تربيع، أوكي؟ أو زائدا فد تير معين، هسه هنا أنا أقدر أختصرها، فيعني خلينا نقول ما تشبني، إذا عندي بالمقام فرضا عندي 1 على إكس، مشتقة الإكس 1 هاويها موجودة بالبسط، إذا راح أقول له هي عبارة عن لن المقام. زين إذا كانت هنا السالب، فأنا هنا إكس الواحد موجب. فراح أضرب وأقسم على اليمن على سالب، شو راح يصير لي؟ هذا بالبسط راح يروح ويا التكامل لأنه أنا أريده كله موجود، يبقى لي هذا بالمقام اللي هو نفسيته، السالب بالمقام أو البسط نفس الشيء، فش راح يروح؟ يقول لي سالب لأن المقام نفس الحالة هنا تساوي لنا النصف يطلع خارج التكامل، ولن الإكس زائدا بما أنه هنا عندي لن وهنا عندي لن، فأرد خلينا نقول نستفاد من الدالة اللوغارتمية، لا تنسوا لي ثابت التكامل راح أكتب له لن الكونستانت. ليش حطيت لن الكونستانت؟ لأنه عندي لن بالطرفين، فأنا أريد أستفاد من خواص الدالة اللوغارتمية،
لو كانوا اكو من عندهن حد مطلق فما يحتاج اكتب. اني لان الكونستات، الكونستات معناته اكو فد رقم، يعني هذا رقم معين، يعني 2 قيمته او 1 او 0 او بوينت، فد رقم موجود بالمعادله. فسواء كان هذا الرقم 2 او لن 2 او 2 تربيع او 2 في 2، اي رقم يعني هو معناته معادلتك زائد فد رقم معين. فهذا الرقم سواء كتبته بصيغته يعني تربيع او لن او مضروب في رقم معين ما راح ياثر لي على المعادله. ليش خليت اللن؟ على مود استفاد من الخواص مالت اللن. نعرف من خواص اللن اذا فد اي شيء مضروب باللن يصير اس المن للداله مالتي، هذا يصعد يصير اس. اذا اللن الواحد ناقص في السالب 1 تساوينا لن الاكس اس نصف زائد لن الكونستانت. هذا شنو معناته؟ الأس سالب 1 يعني معناته غير المقام، يعني لن الواحد على 1 ناقص بي تساوينا لن تحت الجذر اكس زائد لن السي. هذا معناته التربيع اللي 1 على 2 العفو النصف، معناته هذا الجذر تربيعي اصلا. والواحد سالب 1 معناته انه هذا كان بالمقام وصعد للبسط وصار أس سالب 1. إذن شو استفاد من خواص اللن؟ إذا عندي أنا حاصل جمع بيناتهم فأقدر أشيلهم وأخليهم ضرب، يعني عبارة عن لن ضرب الدالتين، فالسي مضروبة بمن؟ بالجذر إكس. وهنا عندي لن 1 ناقص في. هسه إيش صار عندي؟ صار هنا عندي لن وهنا عندي صار لن، بيناتهم يساوي من آخذ إكسبونيشن للطرفين، من آخذ إكسبونيشن للطرفين كل إكسبونيشن يلن قيمته 1، إذا 1 يلقي الثاني. اذا ارد لن ويا الاكسبونيشال قيمته 1، اذا من اخذ اكسبونيشال للطرفين هاي ويا الاكسبونيشال بقالي عباره عن 1 ناقص في تساوينا السي في تحت الجذر اكس. ليش نضربون؟ هذا اني من الخواص، خواص اللن. اذا عندك جمع بالضبط نفس الداله الاسيه بالاكسبونيشال، من عندي جمع بيناتهم، اذا اخذ وحده واخلي هذني اليمين الارقام ينضربون. نفس الشيء هنا باللن، اللن حاصل جمع الدالة اللوغاريتمية، اللي حاصل الجمع راح تصير وحدة وهذني ضربان. هسا أنا شو استفاديت؟ فواحد ناقص في يساوينا السي في تحت الجذر إكس. أرجعها ما بقي بهذا الصيغة، أنا فرضت الفي هي عبارة عن واي ناقص إكس على الواي على الإكس، أرجعها مثل ما هي. بما أنه أنا عندي هنا بالمقام فراح اسوي توحيد مقامات. توحيد المقامات شو تقول لي؟ هنا عندي اكس، فهنا هذا ايش راح اسوي لي؟ اقول له اكس على اكس معناته 1، اكس على الاكس 1. ايش قلت لك؟ قلت لك هاي بدل ما اسوي لي توحيد مقامات، فرض 1 ناقص 5 على 2، اباوع للمقامات مقام ايش قد؟ 2. اذا ضربت انا هاي الاثنين سويتها بسط ومقام على 2، هسه اختصر لي 2 ويا 2 رجعت لي 1، فمثل ما هي كانت، صح لو لا؟ شو استفاديت؟ خليت المقام عبارة عن 2 والبسط هي عبارة عن 2 ناقص 5 وتساوينا سالب 3 على 2. نفس الشيء هنا، أنا إيش أريد؟ إكس، فراح أضرب وأقسم هذا الحد الواحد على إكس ناقصا واي على إكس تساوينا سي تحت الجذر إكس. شو راح أستفاد؟ هنا عبارة البسط 1 ومقام عبارة عن إكس ناقص واي على اكس، وحدت المقامات سي مقام المقام، هذا مقام، مقام المقام يصعد بسط، احنا هذا نعرفه. فاكس على اكس ناقص واي تساوي لنا سي تحت الجذر اكس، صح لو لا؟ زين هسه انا اقدر اني ابسط بعد بيها؟ طبعا اقدر. التبسيط ما تشرح يكون اذا سويت، خلي أضرب المعادلة كلية تماتي بإكس ناقص واي، فراح أني أخلص من هاي المقام. إيش راح يبقى لي؟ إكس البسط هي عبارة عن سي تحت الجذر إكس ومضروبة في إكس ناقص واي. ألي أقدر أبسط بيها؟ طبعا أقدر، هذا الجذر ما أريده. الدالة مات المعادلة كليتها أرفعها للأس تربيع، إذا إكس تربيع تساوي لنا سي تربيع،
التربيع ويا الجذر راح، بقى لي فقط اكس، واكس ناقص واي قوس كله تربيع. مثل ما اتفقنا الكونستانت، لان الكونستانت او كونستانت تربيع هو معناته رد رقم معين، فما يحتاج اكتبه. بعد اقدر ابسط بيها، اقدر اذا قسمت على اكس فهاي راح تروح لهنا، وهنا راح تبقى لي اكس وحده، فالاكس تساوي لنا الكونستانت. هاي ليش وخرت التربيع؟ لانه هي عباره عن رقم، فالرقم تربيع او نفسه او لين هو نفسيته، يعني معناته فد رقم معين مضروب في اكس ناقص واي القوس كله تربيع. وهذا الحل الاخير للمعادله. خلينا ناخذ المثال الثاني في فيديو ثاني على المدلي، صار طويل عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.